عايز اروح لموضوع كده يمكن استاذ هيثم عداه وما كانش عايز ياخده، بس انا معجب بالموضوع بصراحه. قول لي. طب فاكر السلعوه من كام، مش فاكر يعني، في حوالي مثلا في بدايه التسعينات كده كان ظهر حاجه اسمها السلعوه، والحق السلعوه ومش عارف اهلنا في الصعيد صوروا السلعوه، وحكايات وروايات وقصص عن حيوان اسمه السلعوه. من اسبوع تقريبا في مدينه الباجور في محافظه المنوفيه في قريه اسمها اسطنها، اسطنها في مركز الباجور في محافظه المنوفيه، قال لك الحق في سلعوه. ومواطن شاب صغير كده اسمه محمد مصطفى عبد المجيد شغال فني في احد الشركات الخاصه صور السلعوه بموبايله، قال في تصريح ده مش كلب، انا عارف اشكال الكلاب ومش حيوان بري، ده شكل غريب اول مره اشوفه، علشان كده طلعت الموبايل من جيبي وقررت اوثق اللحظه دي، واول ما شافتني مشيت في هدوء. ومن ساعتها عشرات الروايات وعشرات القصص عن هذه السلعوه، والناس خايفه تخرج من بيتها، ورعب بيصيب الاهالي، وتغطيه اعلاميه، وجريده الوطن راحت تصور، واليوم السابع بيصور، والقنوات المصريه بتتحدث عن السلعوه. السلعوه دي يا اخوانا ما ظهرتش غير في مصر، ولا دوله عندها سلعوه غير احنا. بتروح السلعوه دي وتيجي كده ايه في اوقات معينه، ما تعرفش هي بتظهر امتى وما بتظهرش امتى، عمرنا ما شفنا حد قبض على السلعوه دي، لكن كل كام سنه كده يطلع فرقعه ان في سلعوه. يقوم السيد الدكتور عادل حصحص مدير اداره الطب البيطري في محافظه المنوفيه بعد ما قام بفحص الصور اللي صورها المواطن محمد مصطفى عبد المجيد، قال لك ده مش سلعوه. طب ايه بقى يا سياده الدكتور؟ قال لك ده هجين ما بين الكلب والثعلب. يعني كلب اتجوز الثعلب، او ثعلب كان ماشي مع كلبه في الحرام، او شويه كلاب جوزوا شويه ثعالب. المهم بالنهايه خرجوا لنا الكائن الغريب ده وهو من اكل اللحوم. تخيل انت بقى لما تسمع تصريح السيد مدير اداره الطب البيطري ويقول لك ده هجين ما بين كلب وثعلب وده من اكل اللحوم، وبيتغذى على اللحوم وبيهاجم الحيوانات والدواجن وممكن يهاجم الانسان، الرعب اللي انت هتعيش فيه بقى. طيب حد راح يحاول يقبض على البتاع ده؟ طب حد نزل؟ طب قوات مكافحه الشغب، مكافحه الحيوانات الضاله، طب الدفاع مش عارف ايه، الحمايه المدنيه، يا استاذ وليد في سلعوه بشريه بتقتل الناس، شويه في سلعوه قتلت محمد يوسف عبد العزيز في منشأة الكرام في شبين القناطر، في سلعوه حط 60,000 انسان بريء في المعتقل، يعني السلعوه البشريه. ما تخلينا في السلعوه اللي بيصوروها ومحدش عايز يقبض عليها. انا بس بسال، انتوا ليه بتضخموا في الموضوع؟ عايز ايه؟ يعني انت عايز تقول لي ايه وانت عمال تكبر لي في الموضوع وهاشتاج سلعوه المنوفيه، وساعات من الاعلاميين بيتكلموا عن موضوع السلعوه والراجل بتاع الطب البيطري يطلع، طب انت عايز ايه؟ طب انت عرفت ان هو حيوان قاتل، طب روح اقبض عليه، او ما تخوفش الناس على الاقل، ما تعيش الناس في رعب اكتر ما هم عايشين في رعب بسبب البلطجه وانعدام الامن والامان وقله العنايه وانتشار الفيروس. الناس مش ناقصه، عندها اللي مكفيها. ارجوكم بلاش تكبروا المواضيع التافهه عشان الناس بتتعب.